اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت والسلع، والبداية بأبرز العناوين. تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الخميس. انضمام أكثر من 500 شركة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول. النفط يرتفع وسط مخاوف نقص الإمدادات، وخام برنت أعلى 89 دولارا للبرميل. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية نهاية تعاملات الأسبوع على مكاسب جماعية، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه 239 مليون. قفز مؤشر السوق الرئيسي إي جي إك 30 بنسبة بلغت 0.32%، ليغلق عند مستوى 10265 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 0.51%، ليغلق عند مستوى 2274 نقطة. صعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.52%، ليغلق عند مستوى 3256 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 19.87% ليغلق عند 3.74 جنيهات. يلي سهم شركة ريمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 10.43% ليغلق عند 2.54 جنيهات. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة أودن للاستثمارات المالية بنسبة 10% ليغلق عند 1.60 جنيه. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة حق اكتتاب شركة غاز مصر بنسبة 16.57% ليغلق عند 0.60%. ننتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.74% عند مستوى 9786 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم 495 مليون. من أصل 53 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، بقت 11 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.12% ليغلق عند 0.67 درهم. تلا سهم بنك راس الخيمة الوطني بنسبة 4.17% ليغلق عند 5 دراهم. أغلق أيضا سهم الشركة العالمية القابضة مرتفعا بنسبة 2.86% ليغلق عند 360 درهما. وتصدر سهم شركة إي دي سي كوربريشن للاستحواذ قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.12% ليغلق عند الدرهم 0.55. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة بلغت 0.67% ليغلق عند مستوى 3395 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليون درهم. من أصل 33 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، بقت أسهم شركتان على ثبات. ارتفع أيضا سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 7.14% ليغلق عند الدرهمين 0.40. ارتفع سهم شركة الإمارات للمرتبات بنسبة 5.12%
ليغلق عند مستوى 5.33 دراهم. أصعد سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.37% ليغلق عند 0.92 درهم. بينما أغلق سهم مصرف السلام السودان منخفضا بنسبة 8.19% عند 1.12 درهم. وفي سياق متصل، انضمت 537 شركة جديدة إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 11%. سجل المركز نموا قويا خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه من 3297 إلى 4031 شركة مع نهاية شهر يونيو، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. يحتضن مركز دبي المالي العالمي الآن 1252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية وأسواق المال الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عبد الهادي، محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بجميع القائمين ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني دكتور محمد، بداية البورصة المصرية شهدت اليوم ارتفاعات جماعية حيث تواصل أداؤها الجيد. ما تقييم حضرتك لجلسة اليوم وأسباب الارتفاعات بوجهة نظرك؟ طيب أنا عاوز أقول إن البورصة المصرية خالفت كل الطبقات في أسواق المال العربية والعالمية. نعم. إحنا كان الفترة السابقة كنا بنقول إن البورصة المصرية في انخفاضات مستمرة وأسواق العربية كان في ارتفاعات والداو جونز والأسواق العالمية فيها ارتفاعات، ولكن في تماسك في البورصة المصرية. كان الأسبوع الماضي كان خاسران رأس المال السوقي حوالي 14 مليار جنيه. إحنا النهاردة رأس المال السوقي سجل 702 مليار، يعني ربح رأس المال السوق حوالي 22 مليار جنيه. في بداية الجلسات كانت جلسة يوم الأحد كان واقف عند نقطة الدعم القوية اللي هي 10,000 بالظبط، وهو سجل في نهاية التعاملات الإي جي إكس 30 9,996. بالمناسبة هو حاول إن هو يكسر نقطة المقاومة ال 10,350 بجلسة يوم الثلاثاء، ما قدرش وحاول وكسر تحتها، وده النقطة القوية اللي حاول يجرب عندها يوم 22/8. جلسة النهاردة كانت نوعا ما جلسة فيها نوع من أنواع الثبات، ما فيش ارتفاعات قوية في الأسهم اللي احنا شاهدناها في خلال تعاملات الأسبوع. أغلق على ارتفاع طفيف حوالي 32%، والإي جي إكس 70 أغلق على 51%. ولكن كان الشيء الملحوظ جدا في البورصة المصرية أن البورصة المصرية كانت بتتحرك وفقا لمعلومات، هل هي مؤكدة أو غير مؤكدة، ولكن سوق المال ما بيعرفش المؤكد أو غير مؤكد وبيتحرك عن طريق الإشاعات، ألا وهو هل الدولة المصرية سوف تقوم بتحرير سعر الصرف في الفترة القادمة. دي الأخبار اللي كانت متداولة تداول كبير جدا في الأوساط الاقتصادية، وبناء عليه تحركت البورصة المصرية وربحت 22 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الحالية وفقا لهذا الخبر. هذا الخبر هل هو مؤكد أو غير مؤكد، ولكن البورصة بتتحرك وفقا لمعلومة. وده بيعيد للأذهان إلى ما حدث في 2016 في شهر 11، عندما تم تعويم قيمة الجنيه وارتفعت البورصة المصرية من 8600 وسجلت 18440 في إبريل 2017. وبالتالي احنا شايفين لو القرار ده مؤكد وبالفعل هل هو فعلا هيتم التحرك نحو تعويم قيمه الجنيه وفقا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وبناء عليه اسعار البورصه المصريه تعتبر اسعار رخيصه جدا، مدعومه بمجموعه من الاخبار، يعني مدعومه بزياده راس مال شركه مصر للالومنيوم اللي هيستحوذ عليها صندوق السيادي السعودي للمحافظه على الطاقه الانتاجيه في حدود 320 الف طن. برضك كان في خبر على جي بي اوتو بالتفاوض في دخول شركه شميرة الاماراتيه لبيع حصه 40% من احدى شركاتها اللي هي جي بي التأجير التمويلي. وبرضك انفرادا لجريده الشروق برضك ان هي بتتتبع الاخبار الاستحواذات الخاصه بباكين، وهذا الاسبوع بالفعل كان في تعيين مستشار لتحديد القيمة العادلة لشركة باكين. وبالتالي كل هذه الأخبار بتؤكد أن السوق المصري
في لسه في حركه ايجابيه وخاصه مدعومه بنتائج الاعمال. ان لسه كنت هذا اقول الاسبوع لحضرتك. بالمناسبه نعم حقق البنك التجاري نتائج اعمال قويه جدا، تمام. كان تم اعلانها في الربع الثاني من العام، واعلن عن توزيع 10 مليار جنيه توزيعات سهم لكل سهم. كل هذه الاخبار الايجابيه من الاستحواذات والاخبار الخاصه بالاقتصاد دعمت السوق المصري في الارتفاع في خلال جلسات هذا الاسبوع ودعمه في جلسه اليوم. اتفضلي يا فندم. نعم، بمناسبه هذه الاخبار الايجابيه، هل نتوقع انخفاض السوق مطلع الاسبوع ام انه سيواصل الارتفاع؟ طيب انا عاوز اقول لحضرتك ان هو البورصه ما زالت برضك فيها زخم شراء اخبار ايجابيه. انا اعتقد ان احنا هننفصل او انفصلنا على الاسواق العالميه، خاصه ان النهارده مثلا البنك المركزي الاوروبي اعلن عن زياده فايده اسعار الفايده مقارب من 75 ل 100%. ده خبر يعتبر خبر عالمي، يعتبر خبر سيء للاسواق العاليه المخاطر. يعني شايفين دلوقتي الاسواق الاوروبيه كلها في حاله نزول. الاسواق الامريكيه برضك احنا منتظرين يوم 21 سبتمبر هل الاحتياطي الفيدرالي هيزود سعر الفايده، وهو بالفعل في جاكسون هول، في اجتماع في جاكسون هول اعلن جيروم باول ان هو هيزود سعر الفايده على الاقل نص لمعالجة التضخم. وبالتالي الأسواق العالمية كلها في حالة من حالات الترقب والانتظار والقلق لمواجهة أسعار الفايدة اللي هي ما زالت مستمرة. وأعتقد أن السوق المصري أعتقد أنه هينفصل، ممكن يحصل فيه جني أرباح نوعا ما في بعض الجلسات، ولكن سوف يستكمل الصعود، خاصة أن احنا قدامنا نقطة 10350. أعتقد أن احنا نقطة ضعيفة جدا للسوق المصري، أن احنا لازم نشوف 11000 و12000 في خلال جلسات الأسبوع القادم. نعم، الرئيس السيسي طلب اليوم من رئيس مجلس الوزراء إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية لعدم تعطيل أداء المصانع. في ضوء هذا التوجه دكتور محمد، هل ينصح ذلك أو هل يعكس ذلك إيجابيا على الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة؟ بالطبع يا فندم الخبر ده خبر ايجابي جدا، احنا كنا منتصرين وبقالنا فتره كبيره جدا، خاصه بتعريف بسيط للمشاهد ان الاعتمادات المستنديه هو تعهد بسيط من البنك بناء على طلب المستورد لضمان دفع ثمن السلعه، ده الاعتماد المستندي. بالنسبه للمستورد كان مستندات التحصيل، كان هو بيفضل مستندات التحصيل اكثر بكثير من الاعتمادات المستنديه، عشان الاعتمادات المستنديه بيحتاج ان هو يدفع في الاعتماد المستند ما يقارب من حوالي 30%، وبالتالي ويأجل ويستكمل ال 70% عند ورود الشحنه. اما في المستندات التحصيل هو بيدفع ما يقارب من حوالي 10% ل 15%. فالخبر ده طبعا ايجابي للشركات الموجوده، ولكن انا شايف ان هو السيد الرئيس كان اعلم مسبقا انه سوف يتم العمل بالفعل بالمستندات التحصيل على مستلزمات الانتاج ومواد الخام، وكان الخبر ده قوي جدا. وعمليه الانفراج في في مستلزمات الاستيراد طبعا ده هيفتح للشركات الصناعيه ان هي ما بقاش عندها قيود في استيراد كافه السلع. وتم، انا عاوز انبه بس ان هو تم اتخاذ قرارات مستندات التحصيل بدل الاعتمادات المستنديه، لان احنا عندنا لابد ان احنا نحافظ على الاحتياطي النقد الاجنبي ان هو ما ينخفضش. على الاقل النهارده كان مسجل فيه انخفاض طفيف، ما ينخفضش اسفل ال 33 مليار دولار، وبالتالي ان احنا في مخاطره. فتم اتخاذ القرارات الاعتمادات المستنديه للمحافظه على العمله الاجنبيه من الانخفاض اكثر من ذلك. وبالتالي كان بيفضل السيد الرئيس ان هو يعتمد على مستندات التحصيل في مواد الانتاج، مستلزمات الانتاج والمواد الخام فقط، دون الاعتماد على الاعتمادات المستنديه للمحافظه على الاحتياطي النقد الاجنبي. نعم، ننتقل لأسواق المال الإماراتية والتي شهدت تباينا في الأداء. نبدأ من بورصة أبو ظبي التي ارتفعت اليوم، ما تحليلك لأداء الجلسة وأيضا أبرز ما جاء فيها من أحداث؟ طيب أنا عاوز أقول لحضرتك إن لابد أن نحط معايير أساسية للبورصات العربية اللي هي وفقا اللي هي المحددات اللي هي حددتها بالفعل، ألا وهي إن بترتبط البورصات العربية ارتباط كبير بأسعار النفط. طبعا. وأسعار النفط شهد في الفترة الأخيرة انخفاض كبير جدا لعدة عوامل كثيرة، ولكن احنا بنقول ان عندما ترتبط الاسواق العربية باسعار النفط فاننا بنتحدث على انه في حالة الارتفاع سوف ترتفع وتنعكس على الاسواق العربية كاملة. ولكن احنا شاهدنا ان في انخفاض في اسعار النفط، وده كان سبب رئيسي جدا من انخفاض الاسواق العربية كاملة، سواء بورصة ابو ظبي او بورصة دبي.
الخبر الثاني ان احنا عندنا الاحتياط الفيدرالي هيواجه مشكله التضخم الكبيره التي حدثت في امريكا برفع سعر الفايده، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على البورصات العربيه او الدول العربيه برفع اسعار الفايده، وده ارتباط عكسي بالبورصات او الاسهم المقيده في البورصه، وده السبب اللي جعل بورصه ابو ظبي في خلال الجلسات السابقه ان هو ينخفض نوعا ما. هو ارتفع امبارح وسجل 9717، والنهارده ارتفع بنسبه 7% مسجلا 9786. وبالمناسبه انا عاوز اقول ان هو النهارده ارتفع 7% 7% وهو اخذهم من بورصه دبي، يعني سوق دبي النهارده انخفض 7%. لسه كان كنت هذا لسه كنت اسال كان حضرتك هذا دكتور تبادل. محمد. صحيح، انا عاوز اقول بقى بالنسبه لبورصه ابو ظبي عنده نقطه عمل اعلى ارتفاع اللي هو 10308 يوم 12/8، عنده عده نقاط من الدعم اللي هو 9750، دي نقطه قويه بالنسبه له الحمد صحيح. لله ان هو حافظ عليها وارتفع فوق 9750. عنده نقطة تانية اللي هي 9660 اللي جابها في جلسة يوم 6/9، كانت نقطة قوية وارتد منها بالمناسبة، وحافظ على التحليل الفني ان هو يرتد فوق 9660. عنده نقطة مقاومة عند 9800 ثم ال 10078. تعالى حضرتك نشوف كده سبب ارتفاع بورصة ابو ظبي في جلسة اليوم، كان بسبب ارتفاع القيادات، وكان ابرزها طبعا ارتفاع سهم العالميه القابضه اللي ارتفع حوالي 2.86%، وبينما استقر ابو ظبي عند 18 جنيه و40 قرش. واستقرار ابو ظبي بالمناسبه دي اصبحت لو المشاهد بيسمعنا هنقول ان نقطه قويه قوي عند 18.40، دي نقطه دعم قويه اللي هو بيرتد منها، حدثت مرتين يوم 12/7 و4/6 وارتد منها من 18.40 ل 20. ياتي بعد ذلك لارتفاع سهم بروج اللي هو ارتفع حوالي 3 من 10%، وارتفاع سهم ادانوك للتوزيع اللي هو ارتفع بسيط، ولكن اللي انا عاوز اقول برضك ملحوظه هي مهمه جدا لادانوك للتوزيع ان هو عنده اعلى قمه 4.88 جنيه، وعنده نقطه دعم قويه للمستثمر اللي بيستثمر في سوق ابو ظبي. نعم. 4.02 جنيه درهم. اتفضلي يا فندم. نعم، وماذا عن سوق دبي الذي اغلق منخفضا دكتور محمد؟ سوق دبي بقى هو شاهد بقى فعلا انخفاضات قويه جدا. يتحرك في سوق دبي قطاعين مهمين جدا لابد المشاهد او المستثمر ان يعلمهم، قطاع العقاري وقطاع البنوك، واذا اثر او انخفض قطاع احدى اسهم القطاعين هنجد ان هو بيؤثر على سوق دبي. تعال نشوف حضرتك قطاع البنوك النهارده كان بيتاثر بالامارات دبي الوطني اللي انخفض حوالي 2% وسجل 12.95، ودبي الاسلامي اللي انخفض 1%، وبالاسف جاله من قطاع العقاري سهم الاتحاد العقاري اللي انخفض 1%، وهو ده اللي خفض سوق دبي ان هو التضافري مع قطاع البنوك مجموعه من الاسهم القطاع العقاري اللي الاتحاد العقاري اللي زودت من خسائر سوق دبي. النهارده كان في اتجاه الاجانب هو اللي كان بيؤثر ومؤثر قوي على سوق دبي، حيث اتجه الاجانب للبيع بفارق حوالي 25.82%. الناحيه الفنيه المؤشر عنده نقطه دعم قويه عند 3350، وعنده مقاومه عند 3461، لو كسرها هيوصل لغايه 3500. نعم، وضحت النقطه. بشكر حضرتك دكتور محمد عبد الهادي محلل اسواق المال لمشاركته معنا اليوم. على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض نسبة بلغت 0.25% عند مستوى 11834 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال فاصل 376 مليون. جاء سهم شركة السعودية للصادرات الصناعية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.32% ليغلق عند 42.55 ريالا. تلا سهم شركة التنمية الغذائية بنسبة 4.27% ليغلق عند 88 ريالا. ارتفع أيضا سهم شركة المتحدة للتأمين التعاوني بنسبة بلغت 4.11% عند 10.64 ريالات.
بينما تصدرها سهم البنك السعودي الفرنسي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 2.57% عند 47 ريالا فاصل 35. أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول بورصة الكويت منخفضا بنسبة بلغت 0.47% عند مستوى 8420 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 47 مليون درهم. جاء سهم شركة المباني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.20% ليغلق عند 0.84 دينار. تلا سهم ميزان القابضة بنسبة 0.49% ليغلق عند 0.41 دينار. ارتفع أيضا سهم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 0.36% ليغلق عند 0.28 دينار. بينما تصدر سهم شركة مشاريع الكويت القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 1.87% ليغلق عند 0.15 دينار. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على غالبية أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وأيضا العملات الرقمية. ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.18% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 89.12 سنتا للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الخميس بعد انخفاض حاد أمس، حيث يقيم المستثمرون نقص امدادات الوقود قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية. أقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط في تقرير صدر الأربعاء متوقعة وصول خام برنت إلى 96.91 دولارا قرشا للبرميل في عام 2023 بزيادة 1.99% عن التقديرات السابقة. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.25% عند 1723 دولارا للأوقية. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس حيث يحاول الدولار استعادة مكاسبه قبيل تصريحات جديدة منتظرة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.36% لتسجل 19000 دولار. يأتي ارتفاع أسعار العملات المشفرة بعدما اندفعت العملات الرقمية في موجة عنيفة من الخسائر على وقع تراجعات البيتكوين الحادة دون مستويات 19000 دولار. وختاما نشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم من جعلة، إلى اللقاء.